من مدينة خليل الرحمن إلى مهد المسيح بيت لحم جاءوا حاملين أحلام وأمال شباب تحدوا بحكايتهم عادات وتقاليد مجتمع لم يعترف بقوة المسرح وتأثيره إلا بعد حين. الفكرة من المسرح في الخليل كانت مرفوضة نهائياً، وأكثر من مرة تسكرت المسارح في الخليل. الفكرة في الخليل إنه خلص الإنسان لما ينولد بده ينتقل على سوق العمل مباشرة. فكرة المسرح عشان مش موجودة في الخليل مثل مدن تانية في فلسطين، الفكرة لسه عمال تدخل بيوت حديثاً، فزي ما تقولي خرجنا من بين الأنقاض إلهم وبلشنا في فكرة المسرح. بالنسبة إلي المسرح هو كل إشي، هو الأب، هو الروح، هو الوطن، هو الأم. فكرت أنضم للمسرح، لقيت أنه في مجموعة قاعدين بتدربوا، وكنت في البداية متطبعة بمسرح الحارة ببيت لحم، فأول ما شفت فيه إشي في الخليل يعني انبسطت أنه موجود. والفن الصامت إن قاعدين بنقدر نعبر بأشياء كتير كبيرة، ممكن حركة جسد كتير بسيطة نعبر فيها بإشي كتير كبير. بمثل وبحب هذا الإشي وبحكي لغات شجعني أبوي أمي. وبين هؤلاء الشباب يحظى يحيى بتطوير مواهبه التمثيلية في فرصة لم ينالها زملائه في صغرهم، وبعد شهور من التدريب ها هم يخرجون إلى النور بعمل صدح بدوي حركاته رغم صمت كلماته. صراحة هو المسرح الصامت هو جزء من إيش إحنا بنسوي، هو خليني أحكي أول خطوة منبلش فيها من خلالها نقدر نعبر عن حالنا من خلال الموسيقى. مدينة الخليل بظن إنه هم بحاجة لهذا الجزء من الحياة، اللي هي فكرة إنه يكون في عنا مسرح نقدر من خلاله نعبر عن حالنا. هلأ هو كان بالنسبة لنا هذا أول خليني أحكي مشهد سكتش صغير، هو بيحكي عن الحياة بلا نهاية، هي عن فكرة إنه كيف الإنسان أول ما يولد ولما يكبر ولما يوصل للحياة ولما يصير عنده مسؤوليات كتير كبيرة، كيف إنه بيكون يواجه الحياة والمجتمع. عشرة شباب يطمحون ورغم قلة عددهم لإنجاح مبادرتهم بحشد المزيد من المواهب الفلسطينية في الخليل تحت سقف هذا الفن الذي شكل مرهماً لجروحات أزماتهم. بصمت يعبرون عن قضاياهم بعد أن غيبت قيود مجتمعاتهم أصواتهم فيها، عادات وتقاليد حدت من شغفهم المسرحي الذي خرج أخيراً إلى النور بعد سنوات من العتمة لجمت أحلامهم وإبداعاتهم. من بيت لحم أنسام سلمان لليوم على الحرة.